ظن فيها من فرقهما أن لا موعد للقاء بعد الفراق، فحدث اللقاء من دون موعد. علاء وعلي نموذجين لآلاف سيعودون إلى الأرض بعد غياب. يابا دي طلعون المسيحيين ولا يمن؟ منو قال لك دي طلعون المسيحيين؟ اعلام بالجامع ويقلي صلاه الجمعه كقالوها، ولا ايش حد تحكي؟ الى ان جتنا كلمه من واحد منهم بيا سالفه يقولون دم. واليابا شلون دم؟ ابو علاء تخبل من سمع كلمه دم. ودع اغراض عند واحد عند شخص اهل المحل اخذوا الغراض ماله المهمه، السياره ماله ظلت، قلت لهم جيبوا السياره ماله خليها، ما كان اكو كل شيء على السياره، ولا قلت لهم جيبوا السياره مال عندي. للفتره الاخيره الى قبل ما يفوت الجيش ست ايام سبع ايام دبرنا له سنويه وبطاقه وشلنا السنويه منه وما عفيت. يوم الفات الجيش وقعت عليها شظية كسر الجام الخلفي ماله، محافظين عليها بس سنتين ونص شت وموغاها. تعرف مسجلي باسم مسيحي، انا اعرف المسيحي والمسلم بيناتنا حايط ماكو اي فرق، بس بالنسبة لهذول يعرفون هاي سيارة اماني، الاماني حافظنا عليها. جاء الجيش طلع السيارات، هاي السيارة تبقى، طلعوا السيارات مالنا المليحة سد الجام، هاي السيارة ظل مثل مكانها مثل ما هي. وعن اسطندار علاء، وعن اسطندار علاء، وعن اسطندار علاء عاش معانا سنتين ونص. يعني على الموصل كلته كان حزن، كان حزن وما ينوصف. يعني رجعنا احنا من الجامع، انا ببيت على من قبل ما اروح الجامع، يعني سمعنا هذا الحكي الكل تفاجأ وانصدم، حتى قمنا نتخابر ونحكي يابا معودين اشنو هذا اللي عيطلع واشنو دي يطلعون، وهاي فرقة للموصل. يعني الموصل من زمان هي مسيحيين وكل الاصناف بيها، فالحزن يعني ما ينوصف، وشعور الله لا يغشعه لاحد. يعني عشناه نواي سنتين ونص ظلم. إذا أحكي لك على شعوري مستحيل أحكي لك. يعني سنتين ونص فت على بيتي وكأني لأني أول مرة حسيت نفسي، صح إنه نعرفه بس حسيت نفسي غريب، مو ذاك الملامح اللي نعرفه، بس أكو أشياء بداخلي ما زالت بذاكرتي معلقة مستحيل تمحي، ما تقدر أمسك نفسي، نزلت الدمعة غصب عني، ما أعرف شو أقول لك أكثر من هذا، بس ما صعب اوصف لك محمد، صعب اوصف يعني لك، هو مستحيل. يمكن مشاعر، ذكريات طفوله، ذكريات أكيد. ضحكه أكيد. يعني حزن مريت، كله مريت بهذا البيت وانت عايشته، رجعت احتيت بيك هاي الذكريات وانت فتت على البيت، احتيت بي اصدقائي الموجودين طبعا، كل زاويه كل شيء كان لي عندي ذكرى بينه، كل شيء كان عندي ذكرى بينه، ما تنمحي، مستحيل تنمحي، ما تنمحي ابد محمد. يعني دخلت بوحدي من الغرف اكو صوره سالت عليها بقلب، يعني كان يمكن صوره لها اثر كبير، لها ذكرى قوي، سالت عنها والصوره ما موجوده. فتت قعدتنا الجواب دحقت على الصوره انه صوره مريم العذراء ما موجوده، فاحنا من طلعنا كانت موجوده خليناها صوره مريم العذراء، فمفتت عليها دحقت على الحياة ما موجوده، كنت سالوها ما اعرف وقتها طلعت قهوته اكثر، فطلعت فوق الغرفه لفوق، كل ثانيه كل لحظه كل اذنى اي شيء اذنى اي شيء اتذكر، مستحيل انسى هذا الشيء، يبقى بقلبي، قلبك بقلب كل واحد عاش بالموصل وتغبى، مستحيل ينساها ولا راح ينساها.
يعني أهلك بانتظار أنه وكلكم بانتظار أنه ترجعون من البيت للمدينة للأهل إن شاء الله، وأيضا أهل المنطقة ينتظروكم ترجعون إن شاء الله. كلمة توجهها لأي واحد مغترب عن بيته، الشعور اللي وشعته وانت وشعت هذا البيت اللي حسيت صح؟ أنا أوكي، هو كشعور أنا ما ألوم أي واحد إذا كان شعوره إيجابي أو سلبي تجاه مدينته، سواء إذا حب يرجع أو ما حب يرجع، هذا شيء يعود لنا أولا. بس أنا كشخص تربيت بالموصل من أنا وصغير، طفلتي كلها تعشتها بالموصل، ما مستحيل أنكر هذا الشيء، أنه من أرجع مشاعري مستحيل أخفيها. إيش الأمنية اللي تتمناها وانت اليوم فتت بيتك؟ شنو اللي يرجع؟ شنو اللي شيء راح وتتمنى يرجع؟ شيء راح وتتمنى يرجع؟ أتمنى قعدتنا ترجع إحنا الأصدقاء واللمة الحلوة كنا نلتم قبل نرجع مرة الأخ. صدق أنا لا همني لا البيت ولا هاي، كل شيء ما همني منه بقدر ما إنه الذكريات اللي قبل احتيت عندي مرة الأخ من جديد، هذا أهم شيء عندي. يمكن جتك فرص كثيرة للهجرة والعيش في مكان أفضل. لا، أنت اختاريت تستقر. اختاريت أستقر وإنه ما أطلع من العراق نهائيا. بالموصل. بالموصل. إيش الشيء اللي تحس يربطك فيها؟ كثير أشياء. كثير أشياء. شيء يخليك أنه كل ما تفكر بالهجرة هذا الشيء هو اللي راح يخليني أرجع غصبا عني. كنائسنا الموجودة. كنائسنا الموجودة اللي بالموصل لا تعد لا تحصى، تخليني أبقى وجذوري لحد الآن قوية تمتد لها الموصل. مستحيل إنه أفكر أخرج خارج أسوار الموصل.